بملف المصانع غير المرخصة، حيث طالب عضو في مجلس النواب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الشركات والمصانع التي تنتج مختلف أصناف السلع الغذائية تحديدا. وجاءت مطالبة النائب بعد حالة من الهلع أصابت مواطنين في مصر إثر انتشار بعض أنواع القهوة المغشوشة. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة نراها الآن على الشاشة تظهر إحدى الجهات الرقابية أثناء ضبطها مصانع تقوم بغش وتزوير إحدى منتجات القهوة التي تحمل ماركة عالمية وبكميات كبيرة. كان هناك أحاديث أيضا عن استخدام بودرة البلاط في استخدام هذه أو بودرة السيراميك في يعني تصنيع هذه القهوة المغشوشة، بصرف النظر عن ما مدخلات هذه القهوة، لكن بالتأكيد هي غير صحية. نرحب عبر الأقمار الصناعية من القاهرة بالأستاذ محمد سالم الباحث الاقتصادي. برحب بك أستاذ محمد. وقبل ما نتكلم عن الأمور الاقتصادية ومخاطر المصانع غير المرخصة على الاقتصاد، خليني في الأول أخذ رأيك كمواطن مصري، لأنه في الحقيقة إنه المشاهد اللي شفناها على الشاشة ومش أول مرة، كتير جدا من المصانع اللي بتتسمى في مصر مصانع بير السلم بتنتج كميات كبيرة وبتم طرحها في الأسواق وبتم تداولها بين الناس وهي مصنوعة بطرق غير صحية تماما. يعني بتتعامل إزاي وأنت بتشوف هذه المظاهر وهذه السلع؟ مساء الخير يا استاذ تامر، شكرا على الاستضافه. هو طبعا يعني المشاهد دي اللي شاهدناها بالتاكيد هي مشاهد مخيفه، انه يعني عندنا سلع بتباع وبيتم اعدادها وتحضيرها في غياب كامل لابسط حقوق المواطن في انه ياخد سلعه سليمه صالحه للاستهلاك الادمي، وانه ده بيتم في سلع زي يعني ان الغش يبقى في سلع زي الغذاء. ده لا يمنع ايضا انه في بعض الضبطيات اللي بتحصل لسلع الدواء، وبالتالي احنا هنا بنتكلم على سلع اساسيه البعض يقوم بعمليات غش سيئه جدا في هذا، يعني في الحاجتين دول، في الدواء وفي في الغذاء، وده امر يعني شديد الخطوره. واللي بيخيف اكتر انه مهما اتكلمنا على انه في قدرات كبيره لجهاز دوله واجهزه امنيه واجهزه رقابه، صعب جدا ان انت تعرف تحاصر عدد ضخم جدا من المنشآت غير الرسمية. ما المشكلة انها مش بتبقى مش منشآت، ده بتبقى شقق. يعني في ناس ممكن تبقى في شقة في عمارة عادية خالص، ما هي مش منطقي ومش مفهوم انه الناس هتمشي تفتح الشقة وتشوف فيها ايه، او المسؤولين او الحكومة. لكن ده سؤال بقى، ده دور مين؟ مين اللي دوره يعني يراقب ده؟ خلينا في الاطار ده نفرق بين حاجتين. في عندنا حاجه يعني تعريف واسع جدا اسمه الاقتصاد غير الرسمي. الاقتصاد غير الرسمي ده ممكن يشمل من اول ورشه تصنيع ملابس في شقه زي ما حضرتك قلت، ورشه مجموعه ورش صغيره تابعه لمصنع من المصانع بتشتغل في اطار غير رسمي بدون عقود بدون اوراق، وبالتالي بتعمل في عمل انتاجي بيطرح بشكل ما ويتداول بشكل ما داخل الاسواق، او بيصنع لصالح مصنع اكبر بشكل غير رسمي وبشكل يعني ما فيهوش ورق، كنوع من الهروب من قيود الضرائب والجمارك وتكلفه التصنيع والاستهلاك الكهرباء وغيره من مدخلات الانتاج، وما بين انشطه تانية بيحصل فيها قايمه على الغش، قايمه على التهريب، قايمه على التداول سلع غير مرخصة. يعني في النهاية النوع الأول ده يمكن التعاطي معاه، يمكن التفاهم معاه، يمكن أنه الدولة تحاول أنها تشجع وتحفز بأدوات. هو القلق بيكون أكتر زي ما أنت أشرت لما الموضوع يكون مرتبط بالغذاء كمان. وخليني الحقيقة أخدك لحتة، لأن ما ببقاش فاهمها خالص لما وسائل إعلام كبيرة ومشهورة في مصر تعمل بث مباشر مثلاً وهي سعيده للغايه وبتشوف مثلا طريقه انتاج عسل وتشوف المصنع والناس اللي شغاله فيه، ومش مصنع هو زي ما قلنا حاجه بير سلم كده، وبدل ما الاعلام جداً يروح عشان يقول للدوله او يقول للناس شوفوا المشكله، لا بيروج على ان دي حاجه كويسه وبحثا عن المشاهدات اكتر. ما يعني ده جزء من المسؤوليات اللي المفروض الناس تتحلى بيها، وللاسف يعني ما فيش رقابه كافيه عليها. اتمنى ان المجلس الاعلى الاعلامي يقوم بدور في الامر ده. لكن مثلا خلينا ناخد برضو الموضوع الى ارض الواقع اكتر. احنا عندنا اسواق شعبيه كتير، الاسواق الشعبيه دي السلع اللي بتطرح فيها
محدش عنده آلية للرقابة على السلع دي، هي السلع جيدة ولا سلع غير جيدة. لما بنشوف مشاهد إن الدولة بتاخد عربيات باعة جائلين، إحنا كلنا بنستاء، لأن في النهاية الناس بتجري على أكل عيشها وما عندهاش وسائل إنها تكتسب المال بطريقة شرعية غير الطرق دي. فمن ناحية بتبقى أنت متعاطف مع فكرة إن حد يتداول، يعني يزاول نشاط علشان يشتغل وحقه يعني في الكسب وحقه في العمل، وفي نفس الوقت انت ما عندكش اي ضمانة لانه الامور هنا تبقى سليمة. لكن كمان خلينا اخد بقى لمسافة او يعني نقطة تانية اهم واكثر خطورة. احنا هنا بنتكلم على مصانع بتعمل غش في سلع غذائية شديدة الخطورة، تمكنت الاجهزة الرقابية في انها توصل للمصانع دي. لكن احنا بقى عندنا على مستوى المطاعم مثلا، والمطاعم ده واحد يعني واحدة من القطاعات الهامة جدا في الاقتصاد المصري. بقينا بنشوف شهادات كتيرة جدا لناس اما انها شغالة في مطاعم او خرجت من القطاع او يعني باعت الانشطة بتاعتها اللي موجودة فيه، وانه دايما طول الوقت في عندهم موردين بيتنافسوا على تقديم سلع اكثر رداءة او اقل جودة في مقابل قيمة سوقية أو في مقابل أسعار أفضل. وبالتالي لو أنا هنا كصاحب مطعم ما عنديش رقابة ذاتية إن أنا أرفض إن أنا أخد سلعة رديئة علشان تمنها رخيص، وبالتالي بتحمل إن أنا أقدم السلعة بتاعتي أو الخدمات بتاعتي أو المأكولات بتاعتي بتمن غالي وبأسعار غالية، وده هيأثر على حجم الناس اللي بتشتري من عندي. لو أنا قررت إن أنا ما أعملش ده، في النهاية أنا برضو ما عنديش هنا رقابة. طب حتة بقى المصانع غير المرخصة عشان ناخدها توابع. برضو لحتة الاقتصاد وتأثيرها كمان السلبي على الاقتصاد، لأنه زي ما قلنا في سوق كامل موازي مش داخل في السوق الرسمي، ولا السوق الرسمي يعرف عنه حاجة ولا كده، لكن بعض الحجج اللي بتقدم لعدم تقنين وضع هذه المنشآت إنه والله أصل الترخيص صعب والحكومة بتضع عراقيل كتيرة وبتاخد نسبة كبيرة من الأرباح، إزاي أنا كحكومة أشجع الناس إن هي يعني تسجل نفسها وتكون راغبة حتى إن هي اللي تروح وتستفيد من التسجيل، ما يكونش عبء بس. شوف 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 حضرتك، طول ما الخطاب او التفكير ان احنا عايزين ندمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عشان نعرف ناخد منه ضرائب، طول ما هيبقى فيه تخوف كبير بالظبط من الناس انها تقنن الانشطه بتاعتها. ودي مش دعوه الى انه الناس تتهرب، بالعكس دي دعوه الى انه الدوله تضع حوافز والحكومه تناقش فكره وجود حوافز حقيقيه تقدر تدخل الناس دي القطاع الرسمي. احنا هنا بنتكلم على عوائق لها علاقة برخص التشغيل. مش منطقي ان انا ارهق المصنع الكبير، المصنع الكبير هيقدر يتعامل حتى بفكرة ان هو بيرخص من اكتر من 8 او 10 جهات، وبيبقى في اكتر من 10 جهات عليهم ليهم ضبطية قضائية بيراقبوا على النشاط بتاعه. في النهاية في مستثمرين هيقدروا يتحملوا ده. لكن لو بنتكلم على منشآت راس مالها اقل من 250 الف جنيه، راس مالها اقل من 300 الف جنيه، بعضها كمان راس مالها اقل من 100 الف جنيه اللي هو بسعر الصرف النهارده، يعني شيء لا يذكر ابدا، موجوده في القرى، موجوده في الارياف، موجوده في خارج القاهره. كمان احنا بنتكلم هنا على منشآت بحسب احصائيات رسميه اللي هي بتختلف في التقديرات، لكن الاغلب بيجمع على انه قوه العمل داخل مصر اكثر من 50% منها بيعمل في قطاع غير رسمي او بيعمل بشكل بالعكس غير رسمي. المفترض انه هذه او هذا النوع من الصناعات والانشطه هي اللي تدعمها الدوله، المشروعات المتوسطه والصغيره هي يعني ممكن تكون القاطره اللي بتجر الاقتصاد المصري لو تم التعامل معاها بشكل جيد. الدوله بتقدم بعض التمويلات. شكرا جزيلا استاذ محمد يعني سالم، شكرا ليك الدوله الخبير والباحث الاقتصادي، شكرا على هذه المشاركه.